فبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة وقالوا إن لله وإن إليه راجعون. احنا كشباب مغربي نتقدم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وإلى الأسرة العلوية بأحر التعازي في وفاة صاحبة السمو الملك الأميرة لالة لطيفة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنته وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بدورنا كباقي يعني مكونات الشعب المغربي وباقي الشرف هذا الوطن وباقي الفعاليات، يعني كنتقدموا بالتعازي ديالنا الحاره لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وإيداه والاسره العلويه الشريفه وللشعب المغربي قاطبه في وفاه صاحبه السمو الملكي الاميره لاله لطيفه، اللي كنتمنوا لها الرحمه والمغفره وان الله عز وجل يتجاوز عنها، ويذكر المرحومه لاله لطيفه يعني واحد المجموعه من الاعمال ديال الخير، يعني من بينها كان بناء واحد العدد ديال المساجد على مستوى مدينه مراكش، معروفين المساجد ديال الاميره، ما كانش كتبان يعني كما كنقولوا عند الراي العام، ولكن كانت واحد المجموعه ديال الاعمال اللي هي خيريه، واحد الاعمال ديال اللي كتنشر المحبه والقيم الجميله عند المغاربه يعني من وراء الستار، فرحمه الله عليها، الله يرحمها ويوسع عليها ضائقه القبور، والله يرحم الزوج ديالها المرحوم اللي هو الحسن الثاني، نطلبوا من الله عز وجل انه يسكنوا الجنان في هذا يعني في هذه الفتره هذه، وفي هذا يعني كما كنقولوا حنا في حداد على المرحومه، والله يرحم يعني المغفور له محمد الخامس وجميع الملوك المغاربه، والله يصبر العائله الملكيه لا محمد السادس ولا يعني الاسره العلويه كلها، لا الاميرات ولا الامراء. وفي الحقيقه يعني تاثرنا بهذه الوفاه، وحنا معروفين المغاربه انهم اللي يعني تموت ام الملك راه هي ام المغاربه جميعا في الحقيقه، يعني الموت كان عندنا كلنا، ولما تعلن في التلفزه المغربيه ان لاله لطيفه توفات لصاحبه السمو يعني توفات، فكانت الوفاه عند الجميع، وكان يعني القران في التلفزه والعائلات والاسر يعني كتكلم وكتسائل، وهذا الشيء ذكرنا بالوفاه ديال الراحل الزوج ديال الحسن الثاني الله يرحمه، وهذيك الجنازه المهيبه، وشفنا كيفاش ان واحد العدد ديال الدول يعني ديال الامراء وديال الملوك والرؤساء اللي تيعزيو يعني في الوفاه ديالها كيعزيو جلاله الملك، فيعني احنا كنا متاثرين، والله يرحمه ويوسع عليه ضائقه القبور، وكنحيوكم على هذه الجوله هذه، تبارك الله عليكم. السلام عليكم. اول حاجه كنبغي نتقدم الجميع لجلاله الملك بالتعزيه لجلاله الملك بوفاه الام ديالو، الام ديال المغاربه، راه هي الام ديال المغاربه كاملين، وبهذه المناسبه الاليمه كنتقدم كنيابه عن ساكنه سيدي مؤمن وكرير الحمراء بالضبط، كنبغي نتقدم بحر التعازي للعائله الملكيه شخصها محمد السادس الله ينصرو، ونطلب الله المغفره ليها والملوك ديالنا كاع اللي دازوا، الله يغفر لهم ويرحمهم ان شاء الله. يعني المغرب كامل راه تاثر حاليا، غير مواقع التواصل كتشوف، مواقع التواصل في التلفاز كتشوف، في الزناقي في الشارع، يعني كتشوف بنادم مأثر من هذه الوفاه هذه الله يرحمها ويغفر لها. وهذا الشيء اللي كاين، وتعزيه كنعاود نجدد التعزيه الحاره للاسره الملكيه.